فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورد إنه بين عيني الرحمن، يعني المصلي. نعم، فيه إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. إن ربكم ليس بأعور، الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة. نعم، الله ليس بأعور. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول فهل في هذا حجة لمن يقول بأن الله في كل مكان تعالى الله عن ذلك؟ منين أخذ هذا أن الله في كل مكان؟ هذا كفر إلحاد، هذا مذهب الحلولية، نفاة العلو من الجهمية وغيرهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.